بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي الأعزاء، معكم الأستاذ مدحت حسني أحمد، مدرس لغة عربية، 27 سنة بدرس في مدارس مختلفة، أغلبها في الـ IG الأمريكان. إن شاء الله هكون معاكم في تدريس اللغة العربية لطلاب الـ IG المستوى الأول. بداية أحب أعرفكم إن الموضوع بسيط وسهل، لكن بجانب انه بسيط وسهل محتاج تركيز، محتاج خطة وبلان نمشي عليها عشان نوصل للنتيجة دايما. دايما اللي عنده خطة وخطوط واضحة بيقدر يوصل لنتيجة سليمة على قدر التقدير الجيد، على قدر ما تكون نتيجة جيدة. طيب هنبدأ ان شاء الله حصتنا. احب ابدأ بسؤال بسيط قوي وسهل لكن مهم. ماذا تعرف عن مادة اللغة العربية في عالم الأي جي؟ الأي جي علم كبير جدا. ميزة مهمة في العالم الأي جي إنه أنت بتختار اللي أنت المادة اللي أنت عايزها من ضمن اختياراتك اللغة العربية، وبالتالي لازم تكون فاهم أنت اخترت اللغة العربية على أي أساس؟ إيه الأساس اللي أنت اخترته اللغة العربية على أساسه؟ إيه متطلبات هذا العالم؟ متطلبات هذه المادة؟ تعالوا نقول إن اللغة العربية في الأي جي يدور بين ثوابت ومتغيرات. اي شيء له ثوابت واي شيء له متغيرات. طيب ايه هي الثوابت اللي عندنا اللي في الاي جي في اللغه العربيه؟ اولا الثوابت المهمه كالتالي. معنى كلمه ثوابت ان هذه الثوابت مش هتتغير دائما، ولا مش هتتغير ابدا، انما موجوده معانا في كل شغلنا، سواء في الورقه الاولى او في الورقه الثانيه، ده اللي هنتعرف عليه فيما بعد. اولا الثوابت المهمه كالتالي: واحد، اختبار اللغه العربيه يتكون من مرحلتين، ورقة أولى بيبر 1 وورقة ثانية بيبر 2، وسنأتي بالتفصيل الحديث عن الورقتين. أهم الآن، كلا الورقتين بيحتاج إلى بعض الأساسيات التي لا تتغير أبدا، وتشمل بعض القواعد النحوية. ما في كتابة اللغة العربية أو ما في جملة في اللغة العربية يمكن أن تكتب بدون ضبط. حتى أنت في اللغة الإنجليزية تستخدم القواعد الجرامر بتاع اللغة الإنجليزية، وبالتالي ايضا انت عندك جرامر اللغه العربيه. انا اسف ان اقول عليه جرامر، لكن انا اقصد ان كل لغه ليها ضوابط، لازم تراعي الضوابط عشان تبقى اللغه سليمه. اذا لم تكن القواعد سليمه فلن تكون الكتابه سليمه. بعض القواعد الاملائيه، وللاسف الشديد في كثير منا ومنكم بيخطا في كتابه بعض الكلمات. واول شيء المصحح الاكزامينر بتاع الامتحان الاي العربي بينتبه ليه وبيعرف مستوى الطالب من الاجاده او عدم الاجاده من كتاباته الاملائيه او القواعد الاملائيه، وده شيء مهم جدا، علامات التقييم. بتعجب جدا من الطلاب اللي بيكتب جمل وفقرات بدون وضع علامات تقييم، وكانها خط مستقيم فالخط القطار الذي لا ينفصل، وهذا غير صحيح. اللغه تراكيب وجمل وكلمات تكون بجانب بعضها البعض، لازم يبقى في فواصل، في فصله مبسوطه، في فصله، في نقطه، في ثلاث نقاط، في نقطتين رأسيتان، في شرطه، في نقط، في حاجات كثيره جدا، امور كثيره جدا في عمليه الترتيب من الواجب ان احنا نستخدمها. بل احيانا عدم استخدام الطالب علامات الترتيب في الورقه بيقلل الدرجه بشكل مهم. عدد الكلمات المطلوبه، وده بيتوقف على كيف نحسب عدد الكلمات. للأسف في كتير منكم بيضع طريقة قول بدائية في عدد الكلمات، إنه يقعد يعد سطور الكلمات، وهذا غير منطقي وغير مقبول. في طريقة هنتعلم بيها إزاي نحسب كلماتنا، لأن إحنا قلنا كل حاجة ليها خطة. هتجد إن أنت في كل سطر في عدد كلمات معينة، كل فكرة في الزمن من السطور عدد الكلمات المطلوب 400 أو 300 أو 600 أيا كان العدد المطلوب، إزاي بوصل ليه بطريقه حسابيه من غير ما انا افضل اقعد اعد الكلمات في السطر. لا طبعا، ده عمره ما يكون منطقي. بعض الاساليب الادبيه مهم جدا جدا جدا. طبعا اللغه اساليب، سواء اساليب استغراء، اساليب تحذير، اساليب نهي، اساليب نفي، اساليب توكيد، اساليب ذم، اسلوب مدح، اسلوب استثناء. كل هذه الاساليب انت مطالب انك تستخدمها في داخل الجمله، اساليب استفهام. الموضوع لازم يبقى منوع بين اساليب الخبر واساليب الانشاء. ايه الفرق بين الخبر واساليب الانشاء؟ امتى استخدم الاسلوب الخبري؟ امتى استخدم الاسلوب الانشائي؟ وامتى اوظف الاسلوب
وهنجد ان الاساليب الادبيه هي اساليب نحويه، لكن الاول نعرف نركبها ازاي نحويا، ثم كيف نستطيع ان نحول هذه الاساليب النحويه الى اساليب ادبيه بلاغيه. هو ده او هذا هو الفن السبب. واخيرا كلمه من اربع حروف لكن في منتهى الاهميه، الخط. مهم 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 مهم. يكفي ان اقول لك ان الخط هو عنوان الورق، صاحب الخط المنظم، صاحب درجه جيده. المصحح يقرا ما تكتبه، ليس عليه ان يخمن ما تكتبه، ليس عليه ان يبحث في معجمه هل هذا الحرف سين ولا صاد ولا قاء ولا قاء ولا باء ولا، ليس عليه هذا. هو عليه ان يقرا كلمات واضحه بخط واضح، يراعي. لم اقول الكتابه بخطوط وفن ورسم، لا، انما عليك ان تراعي ضبط الخط، ضوابط الخطوط، ضوابط الحروف. ما هي الضوابط؟ الحروف التي تعلو فوق السطح، الحروف التي تنزل فوق السطح. تكتب بخط واحد تتكلم به من اول ورقه لاخرها، خط الرقعه، خط النسخ، شيء، اختر ما شئت، لكن اجعل لنفسك سمت. وكلمه سمت يعني طابع، شكل مميز لورقه. خط النسخ فليكن تراعي خطوط النسخ، الحروف كيف تكتب في خط النسخ، وسنرى هذا ونطبق هذا عمليا في بعض الدروس القادمه ان شاء الله. اذا الخط، الخط ثم الخط. هذه هي الثوابت، وهذه الثوابت لن تتغير في اي عمل ادبي، سواء كتبت قصه، مقال، تكتب تقرير، تكتب رساله، لان هذا هو الذي تقوم عليه الكتابه. طب ما هو المتغير في عالم الاي جي تي العربيه؟ المتغيرات يقصد بها فنون التعبير. سؤال، ليه سموه فن؟ ايه الحكمه من تسميه التعبير بانه فن؟ نعم، تخيل انك عندما تقرا موضوعا او تسمع، مثال بسيط، عندما تسمع اغنيه كلمات ولحن وصوت ينشد هذه الاغنيه، تسمع الاغنيه وكانك تتخيل ما يحدث في هذه الاغنيه. بدا عقلك يترجم هذه الكلمات وهذه الموسيقى الى شكل، الى قصه، الى حدوته. كذلك اللغه، اياك ان تتخيل او تظن ان الكتابه شيء جاف. على العكس تماما، الكتابه لغه حياه، الكتابه لغه تخاطب بها العقل. فإذا كنت تخاطب عقل إنسان آخر، فيجب أن تحترم هذا العقل، فأن تقدم له لغة يستطيع أن يتعايش معها، يشعر كأن هذه اللغة تتكلم، كأنها إنسان يكلمه. فالمتغيرات فن، والفن هو القدرة على استخدام الكلام بطريقة مؤثرة كمن يتوقع. المقصود بالمتغيرات فنون التعبير المختلفة، والتي تدور حولها الأسئلة. نعم، الورقة الأولى تحتوي على بعض الفنون، الورقة الثانية تحتوي أيضا على بعض الفنون. تشمل الفنون التي سنقوم بدراستها في هذا المجال أو في هذا العالم. المقال بأنواعه، سنعرف ما هي أنواع المقال، وما معنى كلمة مقال، وما مقومات وما مكونات. وكذلك أيضا الحوار بأنواعه، فالحوار أشكال عدة. البعض منكم يظن أن الحوار له شكل واحد، وهذا غير صحيح. سنعرف ما هي أنواع الحوار وما الفرق بين كل نوع منه. الرسالة، قديما قد تكون كتبت في السنوات الماضية رسالة بشكل مختلف، الآن الرسالة سيكون لها نمط وشكل مختلف آخر. التقرير، وهذا الأمر وهو كتابة التقرير يتطلب أشياء محددة. قديما كان هذا الأمر أو هذا الفن من الفنون القائمة في الاختبارات بشكل واضح، لكن حقيقة الآن أصبح يتجنب هذا الفن، لانه يحتاج الى بعض المتطلبات او بعض الامور اللي كثير من الطلبه ما بيجدهاش ولا يستطيع الاجاده فيها، وبالتالي تنحى هذا الامر، لكن سنطلع عليه من باب الاطلاع. القصه هي ركن اساسي، ركن اساسي، وانا اقول اساسي يعني اعلم انها احد المتغيرات الهامه جدا في الورقه الثانيه. الوصف، اجمل وابدع فن في فنون الكتابه الوصف، هو ان تصف. ولكن هذا الوصف يحتاج الى امرين، سألت بس ضوء عليه سريعا الان، يحتاج الى قصه او حكايه
يعني المفروض قسم المفروض حكاية وهحتاج إلى مشاعر. كيف تمزج بين الحكاية وبين المشاعر لتصف أمرا كل من يسمعه يشعر أنه في داخل هذا يعيش في داخله؟ هذا هو الوصف السريع. وهنا يأتي السؤال المهم. بعد أن تعرفنا على التوابل والمتغيرات يأتي السؤال المهم بالتالي. ماذا تقيس اختبارات اللغة العربية؟ سؤال. أنت تدخل إلى أو تختار مادة اللغة العربية كمادة لأمور متعلقة بالجنسية أو ما شابه ذلك، لكن الأهم عندما تدخل الاختبار باللغة العربية هل تعرف ماذا سيختبر أو ماذا سيسأل هذا الامتحان أو ماذا سيقيس عندك هذا الامتحان؟ الإجابة هننتظرها أو نراها في الصفحة التالية. السؤال كان يقول ماذا تقيس اختبارات اللغة العربية في الأجهزة؟ انظر معي إلى هذا المثال. له ثلاثة رؤوس: فوق الرأس العليا والرأس السفلى والثانية التي يجب. الإجابة على هذا السؤال من خلال هذا المثلث والإجابة ثلاث كلمات: فهم تطبيق لفظ. السؤال الأهم: ما العلاقة بين هذا المثلث وبين عالم اللغة العربية؟ أنا أقول إذا استطعت أن تضع هذه الكلمات الثلاث الفهم والتطبيق والوقت وزعتها على رؤوس هذا المثلث بطريقة صحيحة، اعلم أنك بالفعل استطعت أن تضع يدك على إجابة السؤال ماذا يقيس أو ماذا تقيس اختبارات اللغة العربية في الأجهزة. أريد من كل واحد منكم أن يوزع هذه الكلمات على رؤوس هذا المثلث. أقصد ماذا ستكون فوق الرأس الأعلى، هنا ماذا ستضع؟ ستضع الفهم أم التطبيق أم الوقت؟ وهنا كذلك ماذا ستضع من هذه الكلمات؟ اختر ما شئت، وزع ما شئت، لكن اعلم أمر هام أنك وأن توزع هذه الكلمات فهناك علاقة بين هذه الكلمات في الفهم والتطبيق والوقت، ولهم علاقة باختبار الاي جي. اختبار الاي جي قائم على هذه الكلمات الثلاثة. ولذلك أقول أقصد ماذا سوف يكون فوق الرأس وماذا سوف يكون على القاعدة وما العلاقة بينها. سؤال آخر يطرح نفسه علينا: مما يتكون أي فن أدبي؟ قلنا أن كلمة التعبير متعددة كما قرأت، لكن السؤال ماذا يتكون أي فن أدبي من كلمة الصدر؟ هنا يأتي جانب أو مثال مهم جدا. السيدة الوالدة إذا أرادت أن تعد لك في يوم عيد ميلادك شيء مميز، تورتة. ماما هتحب تعمل لك تورتة النهاردة عشان عيد ميلاد حضرتك اليوم النهاردة، هتعمل لك تورتة، بس يا رب تطلع تورتة حلوة ومتبقاش مفاجأة وحشة في الآخر. المهم التورتة بتاعتك انت عشان ماما تعمل تورتة، خش المطبخ بتجيب مقادير مكونات دقيق ولبن وفانيليا وبيكنج باودر حاجات زي كده لما اتوقعتها يعني. طيب لما اقول مما يتكون يعني ايه مكونات؟ هي دي المكونات بتاعت الحليب بتاعت التورتة، ان انا بجيب مكونات عشان أبدأ أطلع منتج. وبالتالي أيضا أي عمل أدبي أي فن أدبي له مكونات. طيب يبقى في فرق بين مما يتكون وفرق بين كيف نكتب يعني كيف نصنع وفرق بين ما هو النتيجة. إذن الثلاث أسئلة مهمين. وللأسف لما بسأل واحد فيكم أو بسأل أي طالب مما يتكون يقول لي بنعمل كذا كذا، لا، مما يتكون يعني مقادير، يعني حاجات ثوابت انا لازم ابقى عارفها احضرها عشان اطلع المنتج كامل. وبالتالي لازم اقول مما يتكون اي عمل ادبي من شقين منزوجين، وقلناها منزوجين دي مهمه جدا لان المزج معناه الاختلاط التام الذي لا يمكن معه فصل ما مزج. بمعنى ماما لما جابت المكونات وبدات تحضر تعمل التحضير للتورته، بدأت تحط الدقيق مع الزبده مع اللبن مع البيض مع البيكنج باودر. وعلى فكره
مش بأي طريقة، أو مش كله مع بعضه كده يا أخني عجب. لا يا ماما عارفة، حط أنت إيه وبعدين بعديه إيه، يعني حتى المزج بترتيب مش عشوائي. ليه؟ علشان يبقى في الآخر منتج سليم، لأن خطوات المزج ليها أثر، ليها نتيجة. كذلك أي عمل أدبي يتكون من شقين ممزوجين معا، لا يمكن الفصل بينهم، ما اقدرش افصلهم بعد ما مزجتهم، استحاله. زي السكر في الشاي، بتدوب انت بتجيب الشاي وبتحط السكر فيه، هل تقدر تفصل السكر عن الشاي؟ لا. وانت عملت المزج بطريقه معينه علشان حطيت السكر الاول وبعدين الشاي عليه عشان يطلع المنتج بتاعك مظبوط بالطريقه اللي انت عايزها، وبالتالي لا يمكن الفصل بينهم، بل معا يكونان نسيج واحد، يكونان نسيج واحد، لا يمكن فصله. طب ايه هما الشقين؟ عندي حاجه اسمها المضمون وحاجه المحتوى. لو سالتك قبل ما ننزل يعني ايه مضمون، لو انت فكرت حاولت تفكر يعني ايه مضمون، ايه هو المضمون وايه المحتوى، اعتقد ان كلمه المحتوى ممكن بعضكم يوصل لمعناها، لكن ايه هو المضمون؟ ممكن تتخيل معايا او تتوقع يكون ايه هو المضمون؟ انا مستمع اجابه، حد يفكر معايا؟ طيب بعض الاجابات اللي ممكن تكون، واحد يقول لك المضمون طريقة الكتابة، المضمون عدد الكلمات المطلوب، المضمون هو إن أنا أحدد السؤال طالب إيه وأجاوب عليه. طيب تعالوا نشوف يا ترى حد فينا هو المضمون. واحد يقول لي نوع الطلب، يعني هل هو كتابة قصة أو رسالة أو. طيب تعالوا نشوف إيه المضمون ونعرف إيه هو المضمون. المضمون هو أحد فنون التعبير. يبقى إذا اللي قال المضمون هو رسالة أو قصة أو وصف أو مقال، إجابته صحيحة، هو أحد فنون التعبير والتي سبق ذكره. طيب إيه كان معنى المضمون؟ والتي سوف نتناولها بشرح التحليل فيما بعد. ده المضمون. ما عنديش كلام على مضمون كتير هقوله، لأن إحنا لسه هنتناول كل هذه الفنون بطريقة واضحة. طب المحتوى؟ المحتوى في نظري هو شيء مهم جدا حتى يخرج المضمون بالطريقة التي ترغب فيها. إن لم يكن المحتوى جيد فلن يكون المضمون جيد. ليه؟ المحتوى هو التراكيب اللغوية. وأنا أقول كلمة تراكيب أو بقول دايماً التراكيب، بتركب. أنت بتركب، بتجيب شوية كلمات من عند حضرتك، حط الكلمات جنب بعضها، زي البنا اللي بيبني بيت، المقاول، المهندس، هي كانت في تلاقي بيت في تركيبه في شكله. بعد ما الراجل بنى بنى البيت، ليه بقى المهندس بقى في فراغ او يعني كده بدا يحط اللمسات النهائيه، يوم يطلع شكل البيت او شكل البناء في الاخر مميز. واو زي ما بنقول، او زي ما بتقول طريقه شكل خطير. وتلاقي البيت بنفس جنبه بنفس الارتفاع او بنفس الشكل، مش بنفس الشكل، بنفس الهيئه يعني، بناء برضه قائم على عمدان واربع جدران، لكن تلاقي ان البناء ده أمر وأصلح وأحسن. ليه؟ لأن لما صاحبه ركبه كان عنده فهم وعنده تصور ذهني، وبعدين مش عايزين نتكلم دي أبدا، تصور ذهني للشكل اللي ناوي يطلع بيه البناء بتاعه، التراكيب بتاعه. كذلك اللغة. اللغة بناء العمل الأدبي، قصة، رسالة، تقرير، حوار، مقال، أيا كان وصف، هو بناء لغوي. مش هنقول بقى بناء جداري او بناء من الطوب والرمل والزلط، لا، هو بناء لغوي. بتبنيه ايه؟ بدل الطوب والاسمنت كلمات، بدل ما اعرفش ايه بيبقى جمل، يعني انت بتركب. وبالتالي لو ما عندكش قدره فنيه انك تحط الكلمات والجمل بجنب بعضها بطريقه مظبوطه، للاسف اطلع البيت بتاعك عادي جدا بناء بيت، يمكن ما يكونش كمان بطريقه صحيحه، وبالتالي يمكن اقول لك يقع، بس مش هيبقى. لكن لو انت عندك قدره على الفهم يعني ايه تراكيب لغويه، يعني جمل، يعني اساليب، يعني علامات ترقيم، يعني ثوابت، يعني املاء، يعني خط، هو ده المحتوى. هو دي التراكيب اللغويه اللي تقوم انت بكتابتها. خلي بالك انت، وانت دي انا هقف عندها، مهمه قوي. للأسف
في البعض بيتخيل ان هو مثلا في كتابة القصة شاف فيلم عجبه، قال جميل انا في القصة شاف روعة، انا هخش الامتحان اكسر الدنيا واكتب قصة مخصوص. طب يا استاذ وريني كده مثلا مثال القصة اللي كتبتها. الاستاذ الفاضل العبقري ظن ان هو لما شاف فيلم او قصة الفيلم عجبته راح حب مسك الورقة والقلم وقال لك انا هكتب قصة ما حصلتش هتكسر بيها الفيلم. حب انا اجيب محفوظة رقم 2. طب يا عم وريني انا اجيب محفوظة رقم 2. حب قعد يكتب القصة. طبعا للأسف هو ما كتبش القصة، هو حكى أحداث شافها، أو بمعنى أصح هو كتب كلام، هو مجرد ناقل يعني ريكورد، سجل اللي سمعه في الفيلم وراح كتبه فافتكر نفسه كتب قصة. لا، كلمة أنت معناها إن أنت اللي بتطلع الكلام من عقلك بأسلوبك، بتركبه زي ما قلنا بطريقتك وبتخرج. وعايزك تعرفوا حاجة وأرجو إن محدش فيكم ينساها أبدا، مفيش إنسان ممكن يكتب زي إنسان تاني، استحالة استحالة. كل واحد فينا له طريقة تفكير، له طريقة تعبير، له طريقة صياغة، له طريقة كتاب، كل واحد له نوع. ولذلك لو أنت أخذت كلام بتاع حد تاني كتبته بيبان انه مش كلامك، ان انت بعدها على طول بترجع تكتب باسلوبك، فبيبان انه عليه كده مصاحبين لغه عربيه قص ولاز. يعني ايه قص ولاز؟ يعني هو خد حاجه من الامتحان من عباره عجبته ولا فقره وراح لازقها وكمل عليها. بيبان بشكل غير عادي ان انت كل واحد فينا زي البصمه في الصوابع. مفيش عمرك بتلاقي واحد صوابعه زي الصوابع في كده البصمه، استحاله. الكتابة كالبصمة، لكل منا بصمة. إذا المحتوى والتركيب اللغوية اللي تقوم أنت بكتابتها داخل هذا المضمون، هو المضمون هو يشمل التوابيت السابقة ذكرها في أول المحاضرة. زي ما قلت المضمون ده الإطار العام، الكاسة اللي هتحط فيها العصير بتاعك، العصير بتاعك أو الشاي بتاعك هو المحتوى. إذا ما كانش المحتوى بتاعك جيد مش هتستمتع وانت بتشرب الكاس بتاعتك. الكاس ده بقى ممكن يكون قصة، ممكن يكون المضمون ده رسالة، ممكن يكون اي شيء، وما في داخله انت اللي بتركب، انت اللي بتحط ايدك، انت اللي بتصنع المزيج اللي احنا يعني ممزوجين. فلو تخيل المزيج بتاعك ده يعني لا قدر الله حاجة صعبة كده، انت اللي هتشربه في الاخر، محدش هيشربه غيرك. فبالتالي انت صاحب المحتوى، اما المضمون فهو المفروض عليك. ده اللي بيجي لك السؤال، تكتب القصه في المقال في التقييس، وعليك ان تملا هذا المضمون في اسلوبك الشخصي. انت ارجو الا تنسى انه انت، وارجو الا تنسى ايضا الا تستخدم اسلوب اخر لانه هيظهر عليك في كتابتك. اخيرا، كيف يكون اختبار اللغه العربيه في الاي جي؟ قلتها في اول الورقه، في اول الدرس، من ورقتين، ورقة أولى في بابور. هنا هنزيد شيء ونقول وتشمل أسئلة وفن التلخيص. يبقى الورقة الأولى فيها شقين بنصين، النص الأول عليه أسئلة والنص الثاني عليك أن تقرأه وتمزجه مع النص الآخر لتنتج نصا جديدا بأسلوبك أنت، بأسلوبك أنت، أهو بأسلوبك أنت. الورقة الثانية وتشمل فنون التعبير المختلفة، قصة، مقال، حوار، رسالة، وصف. طبعا هنرى هذا ونتدرب عليه ونتعامل معه. بهذا الأمر أعتقد أن كل واحد فيكم فهم وعرف ما هو العالم الذي سيدخل إليه، ما هو المطلوب منه من معرفة ما هو المضمون وما المحتوى، ما هي العلاقة بين المثلث الفهم والتطبيق والوقت الذي من أجله يقام اختبار الـ IG. عرفنا أيضا إيه هي المتغيرات المطلوبة منك أنك تعرفها وتفهمها، إيه هي الثوابت اللي أنت لابد أن تراعيها ولا تنساها. هذا هو عالم الـ IG في الورقة. أعتقد هذا الأمر بسيط
اتضح الامر امام كل واحد منا. الحصه القادمه ان شاء الله فاول سؤال سيكون لنا في هذه الحصه: كيف قمت بتوزيع هذه الكلمات الثلاثه؟ واخيرا ارجو ان تكونوا قد استمتعتم معي بما قدمت، وارجو ان تكونوا قد استفدتم، والى لقاء اخر في حصه قادمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.